بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السيوطي رضي الله عنه ونفعنا الله به وبعلومه وبجميع المسلمين في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور، ووصلنا إلى قول الإمام، وأخرج ابن الضريس وابن جرير عن أبي العالية قال: قال قادة الأحزاب: انسب لنا ربك. فأتاه جبريل عليه السلام بهذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد. وأخرج أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية والبيهقي بسند حسن عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأخرج الطبراني وأبو الشيخ في العظمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فنزلت هذه السورة: قل هو الله أحد. وأخرج أبو الشيخ في العظمة وأبو محمد السمرقندي في فضائل قل هو الله أحد عن أنس رضي الله عنه قال: أتت يهود خيبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، خلق الله الملائكة من نور الحجاب، وآدم عليه السلام من حمأ مسنون، وإبليس من لهب النار، والسماء من دخان، والأرض من زبد الماء، فأخبرنا عن ربك. فلم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه جبريل عليه السلام بهذه السورة: قل هو الله أحد، ليس له عروق تتشعب، الله الصمد، ليس بالأجوف لا يأكل ولا يشرب، لم يلد ولم يولد، ليس له والد ولا ولد ينسب إليه، ولم يكن له كفوا أحد، ليس من خلقه شيء يعدل مكانه، يمسك السماوات والأرض أن زالتا. هذه السورة ليس فيها ذكر جنة ولا نار ولا دنيا ولا آخرة، ولا حلال ولا حرام انتسب الله إليها، فهي له خالصة. من قرأها ثلاث مرات عدل بقراءة الوحي كله، ومن قرأها ثلاثين مرة لم يفضله أحد من أهل الدنيا يومئذ إلا من زاد على ما قال. ومن قرأها 200 مرة أسكن من الفردوس مسكنا يرضاه، ومن قرأها حين يدخل منزله ثلاث مرات نفت عنه الفقر ونفعت الجار. قال: وكان رجل يقرأها في كل صلاة، فكأنهم هزئوا به وعابوا ذلك عليه، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:
وما حملك على ذلك؟ قال: يا رسول الله، إني أحبها. قال: حبها أدخلك الجنة. قال: وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يقرأها ويرددها حتى أصبح. وأخرج ابن عاصم والطبراني وأبو نعيم في الدلائل من طريق محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لأحبار اليهود: إني أردت أن أحدث بمسجد أبينا إبراهيم عهدا، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، فوافاه بمنى والناس حوله، فقام مع الناس، فلما نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال له: أنت عبد الله بن سلام؟ قال: نعم. قال: ادنو. فدنا منه فقال: أنشدك بالله، أما تجدني في التوراة رسول الله؟ فقال له: انعت لنا ربك. فجاء جبريل عليه السلام فقال: قل هو الله أحد إلى آخر السورة، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم انصرف إلى المدينة وكتم إسلامه. وأخرج ابن أبي حاتم وابن عدي والإمام البيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منهم كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب، فقالوا: يا محمد، صف لنا ربك الذي بعثك. فأنزل الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد فيخرج منه الولد، ولم يولد فيخرج منه شيء. وأخرج الطبراني في السنة عن الضحاك رحمه الله قال: قالت اليهود: يا محمد، صف لنا ربك. فأنزل الله: قل هو الله أحد، الله الصمد. فقالوا: أما الأحد فقد عرفناه، فأما الصمد قال: الذي لا جوف له. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: أتى رهط من اليهود النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: يا محمد، هذا الله خلق الخلق، فمن خلقه؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتقع لونه، ثم ساورهم غضبا لربه. فجاءه جبريل عليه السلام فسكن وقال: اخفض عليهم جناحك. وجاءه من الله جواب ما سألوه عنه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلما تلاها عليهم قالوا: صف لنا ربك، كيف خلقه وكيف عضده وكيف ذراعه؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أشد من غضبه الأول، وساورهم غضبا. فأتاه جبريل عليه السلام فقال له مثل مقالته، وأتاه بجواب ما سألوه عنه: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه قال: جاء ناس من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: انسب لنا ربك، وفي لفظ: صف لنا ربك، فلم يدر ما يرد عليهم، فنزلت: قل هو الله أحد، حتى ختم السورة. وأخرج أبو عبيد في فضائله، والإمام أحمد والنسائي في اليوم والليلة، وابن منيع ومحمد بن نصر وابن مردوية والضياء في المختارة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. وأخرج ابن الضريس والبزار وسميوية في فوائده، والإمام البيهقي في شعب الإيمان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 200 مرة غفر له ذنب 200 سنة. وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن الضريس والإمام البيهقي في سننه عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. وأخرج ابن الضريس وأبو يعلى وابن الأنباري في المصاحف عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ قل هو الله أحد 3 مرات في ليلة؟ فإنها تعدل ثلث القرآن. وأخرج محمد بن نصر في كتاب الصلاة وأبو يعلى عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 50 مرة غفر له ذنوب 50 سنة. وأخرج الترمذي ومحمد بن نصر وأبو يعلى وابن عدي والإمام البيهقي في شعب الإيمان واللفظ له عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ كل يوم 200 مرة قل هو الله أحد كتب الله له 1500 حسنة ومحى عنه ذنوب 50 سنة إلا أن يكون عليه دين. وأخرج الترمذي وابن عدي والإمام البيهقي في الشعب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينام على فراشه من الليل فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله أحد 100 مرة، فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب: يا عبدي أدخل على يمينك الجنة. وأخرج ابن سعد وابن الضريس وأبو يعلى والإمام البيهقي في الدلائل عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بالشام فهبط عليه جبريل فقال: يا محمد، إن معاوية بن معاوية المزني هلك، أفتحب أن تصلي عليه؟ قال: نعم. فضرب بجناحه الأرض فتضعضع له كل شيء ولزق بالأرض ورفع له سريره.
فصلى عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أي شيء أوتي معاوية هذا الفضل؟ صلى عليه صفان من الملائكة، في كل صف 600,000 ملك، قال بقراءة قل هو الله أحد، كان يقرأها قائما وقاعدا وجائئا وذاهبا ونائما. وأخرج ابن سعد وابن الضريس والإمام البيهقي في الدلائل وشعب الإيمان من وجه آخر عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك، فطلعت الشمس ذات يوم بضياء وشعاع ونور لم نرها قبل ذلك فيما مضى، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب من ضيائها ونورها، إذ أتاه جبريل فسأل جبريل عليه السلام: ما للشمس طلعت لها نور وضياء وشعاع لم أرها طلعت فيما مضى؟ قال: ذاك أن معاوية بن معاوية الليثي مات بالمدينة اليوم، فبعث الله إليه 70,000 ملك يصلون عليه، قال: بما ذاك يا جبريل؟ قال: كان يكثر قل هو الله أحد قائما وقاعدا وماشيا وآناء الليل والنهار، استكثروا منها فإنها نسبة ربكم، ومن قرأها 50 مرة رفع الله له 50,000 درجة، وحط عنه 50,000 سيئة، وكتب له 50,000 حسنة، ومن زاد زاده الله. قال جبريل عليه السلام: فهل لك أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: نعم. فصلى عليه. وأخرج ابن عدي والإمام البيهقي في شعب الإيمان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 200 مرة غفر له خطيئة 50 سنة إذا اجتنبت 4 خصال: الدماء والأموال والفروج والأشربة. وأخرج ابن عدي والإمام البيهقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد على طهارة 100 مرة كطهارة الصلاة، يبدأ بفاتحة الكتاب، كتب الله له بكل حرف 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وبنى له 100 قصر في الجنة، وكأنما قرأ القرآن 33 مرة، وهي براءة من الشرك، ومحضرة للملائكة، ومنفرة للشيطان، ولها دوي حول العرش تذكر بصاحبها حتى ينظر الله إليه، وإذا نظر إليه لم يعذبه أبدا. وأخرج أبو يعلى وأبو نعيم والحسن بن سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من جاء بهن مع الإيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء، وزوج من الحور العين حيث شاء، من عفى عن قاتله، وأدى دينا خفيا،
وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة 10 مرات قل هو الله أحد. فقال أبو بكر أو إحداهن: يا رسول الله. قال: أو إحداهن. وأخرج الطبراني في الأوسط بسند فيه مجهول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد في كل يوم 50 مرة نودي يوم القيامة من قبره: قم يا مادح الله فادخل الجنة. وأخرج البزار عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وأخرج ابن عدي وأبو نعيم في الحلية عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي أن يسمي على طعامه فليقرأ قل هو الله أحد إذا فرغ. وأخرج الطبراني عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران. وأخرج البزار والطبراني في الصغير عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأ قل يا أيها الكافرون فكأنما قرأ ربع القرآن. وأخرج الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية بسند ضعيف عن عبد الله بن الشخير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره وآمن من ضغطة القبر وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى تجيزه الصراط إلى الجنة. وأخرج أبو عبيد في فضائله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل هو الله أحد ثلث القرآن. وأخرج ابن الضريس والطبراني في الأوسط وابن مردوية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الفجر في سفر فقرأ في الركعة الأولى قل هو الله أحد، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، فلما سلم قال: قرأت بكم ثلث القرآن وربعه. وأخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وهو بتبوك فقال: يا محمد اشهد جنازة معاوية بن معاوية المزني. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل جبريل في 70,000 من الملائكة فوضع جناحه الأيمن على الجبال فتواضعت
ووضع جناحه الأيسر على الأراضين فتواضعت حتى نظر إلى مكة والمدينة، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة. فلما فرغ قال: يا جبريل، ما بلغ معاوية بن معاوية المزني هذه المنزلة؟ قال بقراءته: قل هو الله أحد، قائما وقاعدا وراكبا وماشيا. وأخرج ابن الضريس عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له معاوية بن معاوية المزني، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو مريض ثقيل، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أيام، ثم لقيه جبريل عليه السلام فقال: إن معاوية ابن معاوية توفي. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيسرك أن أريك قبره؟ قال: نعم. فضرب بجناحه الأرض فلم يبق جبل إلا انخفض حتى بدا له قبره، فنظر إليه فقال: يا محمد، أيسرك أن تصلي عليه؟ فقال: إي والله يا جبريل. فاحتمله بجناحه فوضعه بين يدي قبره، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عن يمينه وصفوف الملائكة 70,000، حتى إذا فرغ من صلاته قال: يا جبريل، بما نزل معاوية بن معاوية من الله هذه المنزلة؟ قال: بقل هو الله أحد، كان يقرأها قائما وقاعدا وماشيا ونائما، ولقد كنت أخاف على أمتك حتى نزلت هذه السورة فيها. وأخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وأخرج ابن النجار في تاريخ بغداد من طريق مجاشع بن عمرو أحد الكذابين عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل في أحسن صورة ضاحكا مستبشرا، فقال: يا محمد، العلي الأعلى يقربك السلام ويقول: إن لكل شيء نسبا، ونسبتي قل هو الله أحد، فمن أتاني من أمتك قارئا لقل هو الله أحد 1,000 مرة من دهره ألزمه لوائي وإقامة عرشي، وشفعته في 70 ممن وجبت عقوبته، ولولا أني آليت على نفسي كل نفس ذائقة الموت لما قبضت روحه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.